يقول هل يجوز لي أن أؤدي عمرة إذا كان بيني وبين أحد الأشخاص الذين تربطني بهم صلة رحم خصام؟ هل يجوز لي أن أؤدي عمرة إذا كان بيني وبين أحد الأشخاص الذي تربطني بهم صلة رحم منازعة؟ العمرة ما لا مانع منها، تؤدي العمرة ولكن تصلح ما بينك وبين قريبك، بل الإصلاح واجب بين الناس، فكيف بالقريب؟ فتصلح ما بينك وبين قريبك وتؤدي العمرة، العمرة صحيحة ولك فيها أجر، لكن عليك إثم القطيعة، لك أجر العمرة وعليك إثم القطيعة.